فإن من رحمة الله عز وجل وحكمته بعباده أن شرع لهم في ختام شهرهم عبادات جليلة لتكون سبباً في رفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم وشكر نعمة الله عز وجل على ما من به من إتمام نعمة الصيام والقيام. فشرع سبحانه وتعالى لعباده في آخر هذا الشهر شرع لهم التكبير، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وشرع لهم أيضا صلاة العيد وتكون في يوم العيد، وشرع لهم صدقة الفطر وتسمى زكاة الفطر. وهذه الكلمة أو هذا الموضوع مكون من كلمتين: الزكاة والفطر. زكاة الفطر مضاف ومضاف إليه، يعني زكاة بسبب الفطر، يعني زكاة شرعها الله عز وجل بسبب الفطر، يعني شكر للفطر بعد إنعام الله عز وجل بإتمام الصيام. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد. الحديث الصحيحين. هل نستطيع أن نعرف مقدار الصاع بطريقة يسيرة دون أن نرجع إلى معرفة بالوزن؟ الجواب نعم، يمكن أن نعرف مقدار الصاع بطريقة يسيرة. كيف؟ تأتي للتمر تأخذ وحدة، املأ يديك تمرا، هذا يسميه العلماء مد. الصاع أربع أمداد، وبالتالي كم ستملأ يدك؟ ستملأ يديك أربع مرات. هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الآن صار عندي صاع، سواء من رز، من بر، من شعير، من تمر، من أقط، من زبيب، من حلوى، من أي شيء. إذا أردت أن تعرف مقدار الصاع املأ يديك منه أربع مرات، طبعا حتى نخرج من اليد الصغيرة واليد الكبيرة، اليد المتوسطة، العبرة في ذلك اليد المتوسطة. فاليد المتوسطة أربع مرات، إذا ملئت اليدين المتوسطتين أربع مرات فقد بلغ الفرض الموجود المطلوب. وعلي الآن إذا رحت للذي عنده رز ويبيع، إذا أردت أن تحسب الصاع وتخرج من خلاف العلماء ثلاثة كيلو أربعة كيلو، خذ أربع مرات أربعة أمداد، خذ أربعة أمداد، وبهذا تكون قد أخرجت صاعاً.